الساوي محمد أخ إخوان. أتمنى من الله تعالى الإخوان هذو نوصلهم كيف الحال. شكرا للإخوان لكل كيف الحال بكم أنتم، كيف بقيت الأخ عيسى سفسافي عثمان؟ الحمد لله الأخ، أيوة المرض على كل واحد بصح الحمد لله راك في الدولة ديال الحق والقانون. كتمشي بالخدمة، قال لك بالخدمة عندنا حتى الفرمليات في الخدمة، في الخدمة قالت لك تمشي عند الطبيب، الطبيب السبيطار. أيوة راكو عارفين الدولة هذه، يعني كل واحد كيفوت بهذا الشيء. هذا المرض علينا، حق الموت وحق كل حاجة علينا، حق الإخوان. كنحييكم واحد التحية عالية الإخوان، كنشكركم واحد واحد بدون ذكر الأسماء، سواء اللي اتصلوا بينا، سواء اللي سولوا علينا، حتى اللي ما سولوش علينا وما عارفينش. حنا سيدي حنا مع الأحرار والحرائر على كلمة الحق. كيف بقيتي أخ عيسى؟ الحمد لله الإخوان. طارق الريفي الحمد لله الإخوان كاملين. هو مشى، كنا غادي نفوتو بالقناة ديال كريم منوس، ولكن كان عنده واقيلا شي حاجة، شي خبر عاجل خصو يدوزو. السلام هما عليك، على سلامتك. الله يسلمكم الإخوان كاملين. درنا هذا الفيديو هذا باش نقول لكم بلي إن شاء الله رانا في الإنسان فات بديك المرحلة ديال المرض، وراكو عارفين كنتبعو داك الدواء وهذاك. المهم هذيك حياة، هذيك على كل واحد، ولكن غير من ولفنا الأحرار والحرائر كنتصلوا معاهم، كنديروا المباشرات وهذاك، ولا نديروا واحد التعليق اللي ما نقدروش نهضروا في هذاك الأسبوع هذاك، نقولوا الكلمة ديال الحق. ولكن بمشيئة الرحمن كل حاجة في الوقت ديالها الحمد لله على كل حال. السلام الله عليكم ممدين، نحن معك في كل وقت. شكرا للإخوان اللي قالك تحية الأحرار والحرائر أينما تواجدوا. شكرا على الأخ عثمان الزفزافي، موسى وعبد الكريم تحية الأحرار والحرائر أينما. الله يشافيك الأخت فاطمة ياسين الريف، مساوي عبد الكريم تحية الإخوان. بلال بلال سلام الله عليك أخي عيسى على سلامتك. شكرا الإخوان، حفظكم الله واحد واحد. احنا كيما نقولوا الإنسان اللي راه مريض مرض، كيما نقولوا المرض علينا حق، ولكن كيما تقولوا المرض ديالنا ما كيمشيش الإخوان. المرض ديالنا الحقيقي هذا مرض فائت، هذا كيما نقولوا ديال، ولكن المرض اللي عندنا هو ذاك النظام هذاك اللي راه معذب عباد الله. وكتشوف الفيديوهات الاخوان كتنسى الحاله ديالك وكتنسى المرض. المهم كل واحد كيتصاب، من كتشوف الاخوان كيما شفت واحد المباشر دوزو الاخ كلمه منوس نتاع واحد المراه في السبيطار، يعني داك الشيء اللي واقع. هذا هو البديل الاقتصادي نتاع محمد السادس، هذا هو البديل الاقتصادي نتاع ديك الحال والاحوال الناس ديال الحسيمه وانتو المناطق كاملين واش راه يوقع فيهم الاخوان. كيقول لك عادي يجيو وعادي يتفاهموا وعادي يعطيونا الحق ديالنا ويعطيو المطالب ويطلقوا المختطفين ويخرجوا المخطف. ما يطلق والو محمد السادس، ما يطلق والو. الناس راه تموت وراه تقلا تما في السبيطارات. من كتشوف دروك الاخوان كنحييكم واحد واحد اللي دخلوا، سواء اللي سولوا علينا ولا ما سولوش، ولكن احنا في نفس الوقت يعني كتشوف انا تلاقيت هضرك مع واحد الفيديو خبر عاجل فرقوا الاخ كريم عنوز على السويطر واش توقع في الحسيمه. مره في الناظور، مره في الحسيمه، مره في هذيك التصفيه الجسديه بالعناني لعباد الله. باعوا عباد الله، قتلوا عباد الله، هجروهم اللي بقاو تما راهم يقتلوهم. هذه هي كنقول لكم ذاك النظام ديال محمد السادس، ذاك النظام ديال ديك الدوله هذيك الفاشيه الديكتاتوريه هذيك ما صالحاش. حنايا كنمشيو واخا الحياه ديالنا المرض وهذاك هذاك حاجه، ولكن حاجه باش نوصلوا الرساله ان شاء الله مشيئه الرحمن. كاين واحد الخبر عاوتاني اخرى الاخوان، خصكم تعرفوا بلي كاين واحد الخبر، واحد الشكايه جديده درناها على ابو شيماء. على ابو شيماء يعني ما بغاش يحشم داك السيد هذاك، وزدنا البارح درنا واحد الشكايه غادي نتحدثوا عليها ان شاء الله في الويكاند. يعني الاجراءات والبحوثات راهم عاد جاريين، غادي نتصلوا بكم ان شاء الله في الويكاند باش نفهموكم على هذه الشكايه اللي درناها ابو شيماء.
وقبل كل شيء شفنا مجموعة من الأخبار الإخوان، ولكن ما قدرناش نديرو مباشرات ولا نهضروا. راكو تشوفوا حتى الحالة نتاع الإنسان، يعني المرض وكتوصل شي حوايج الوقفاتها، سواء المرض نتاع كورونا، سواء المرض الشخصي ولا اللي كيوقع. وهذه لابد علينا، كما قلنا المرض حق وراء كل عسر يسرا. كان نقول لكم احنا النضال ديالنا احنا، والله ما نتوقفوا سوى الا خرجت هذه النفس هذه. الى هذه النفس خرجت هذيك حاجة اخرى ما عندنا ما نديرو. ولكن ما حد، احنا كما نقولوا ما حد، الناس راها كتموت وراهم يقتلوا فيهم. الناس هي اللي كتموت في البحر، هي دروك عاوتاني الناس راها تنادي وتقول لكم حضيو راسكم، ما تديوش عباد الله للسبيطار راهم يقتلوهم. ولا مش زارة، ولا مش زارة السبيطارات، ولا مش زارة الإخوان. شوف الحوسمة واش توقع فيها كاع، شوف واش توقع فيها. نقولو حنا اللي يقولك علاش، حنا كان نهضرو ونهضرو الكلمة ديال الحق. شوفوا الإخوان الحوسمة واش توقع فيها، داو أطيب الناس، داوهم سجون طول العار. الناس اللي فيها اللي شوية بغاو مقاريين وواعيين هجروا بديك البلاد، كاين اللي ماتوا في البحر. اللي بقاو تما راهم يقتلوهم لنا في السبيطارات، راهم يقتلوهم لنا في المستشفيات، راهم يطحنوهم، راهم يقتلوهم بواحد القتيلة بلا بنادم كيشوف وما يقدر ما يدير. وكيقول لك ايوا عندك حضي راسك، واش عادي عادي يديروا لك شي حاجه؟ واش يديروا لك بنادم راه يموت؟ راهم يقتلوه، راهم يقتلوه. شكون راه يقتلوه؟ هذا هو البديل الاقتصادي، هذا هو محمد السادس، هذه هي السياسه ديال محمد السادس. الناس فاقوا بينا، وهذاك نقتلوهم في السبيطارات ما يردوا لناش الخبر، ما يردوش. لقينا هذا المرض هذا جاب لنا كاين السبب باش نديرو نقتلو عباد الله، نقتلوهم. سمحوا لنا الاخوان، شكرا اللي قالك الحمد لله على كل حال. الحال ديالنا الاخوان من كتشوف هذا المرض هذا، والله الا من تشوف هذا الشيء هذا حاول ترتاح اخي عيسى. صحتك، صحتك هي الاولى، حاول ترتاح باش ترجع للسلامه عندنا. شكرا الاخ بلال، بلال عادي ارتاحوا، الراحه ديالنا راكو تعرفوها فوقاش الاخوان. مين كتشوف هكا هاد الفيديوهات هادو، وكتشوف هاد الناس عاد مرات تما، وعاد داك الناس كيقتلوهم في السبيطارات، وديك الدولة هذيك ما بغاو يتسجدوا، داك محمد السادس ما بغا يتسجد، هو عمره ما يتسجد كاع هذيك السويبالك في ديك البلاصة هذيك. نشوف الإخوان ديالنا في السجون، السيد 4 سنين هو في السيارة في السنة الرابعة، كيخرجوا يشوفوا الوالدة ديالهم 45 دقيقة، بينهم ناصر زفزافي مشى 45 دقيقة باش يشوف الوالدة ديالو. يعني العد العكسي 45 دقيقة، هذه ماشي حشومة، هذه هي كسمة الدولة ديال الحق والقانون. 45 دقيقة وحنا بحال اللي راه جبنا الانتصار، ولكن القتالة والدباحة راهم كيعيدوا ويفوتوا راس العام، وراهم مع العائلة ديالهم. لي بيدوفيل والقتالة، وراني نقول لكم لي كريمينال. مين كتشوف داك الشيء هذا كلاب، ودا تزيد وتقول شي هضرة هذه بيها، ركبنا على الاخوان نقول لهم الحمد لله على كل حال. رانا شويه الراحه، الانسان راه كيولي للصحه ديالو. هذاك في الايام المقبله ان شاء الله ندخلوا ونعطيو لكم التفاصيل تاع ابو شيماء، الشكايه اللي شكينا به، والنظام ديال محمد السادس واش واقع له هنا. وكاين الخبر عاوتاني ديال اليوم ديال كيما نقول لهم العياشه في بروكسل اللي مشاو داروا. انا هضر لكم على كوش العياشه، مشاو داروا واحد الوقفه في بروكسل فيها ما يقارب 200 واحد وقيلة ضد الناس ديال الصحراء. مشاو يديروا وقفة ضد ليهم بلا اوتوريزاسيون بلا قانون، والسلطات البلجيكية تعرضت لهم وحبستهم، وقيلة داوهم جميعا عاد يديروا لهم لانكيتات لدوك الناس هذوك اللي خرجوا باش تشوف العياشة. ما على بالهم حتى بشي حاجة، صاحب لهم راهم في السيبر، صاحب لهم راهم في الكوري كما يقولوا افيتار نتاع محمد السادس. هذه راه الدولة ديال الحق والقانون، تخرج بالاوتوريزاسيون تعبر على الرأي ديالك. بصح باش تخرج وتبقى تهيلل في وسط بروكسل، عشا السفاح وتهلغلو عشا عشا، راه ما كاين حتى شي حاجة، ما كاين حتى شي حاجة في ديك البلاد هذيك. حنايا تواصلوا مع الإخوان ديالنا كيما راكو تشوفوا. كنحيي الإخوة كاملين اللي دخلوا واللي ما دخلوش، اللي شافوا الصحة ديالنا ولات، ولكن الصحة نتاع الناس ديال الريف راكو تشوفو راهم يقتلوهم لنا في السبيطارات الإخوان، راهم كيموتوا عباد الله في السبيطارات. والله العظيم إلا واحد الفضيحة كاع بوحدها، وحنا لاهين وساكتين، وبنادم بحالي ما كاين والو. محمد السادس أنا نقولها لكم، ديك البلاد هذيك ديال محمد السادس، النظام ديالو اللي أصلا ما هو نظام، ما صالحش. أزول في اللون، أزول إخوان، أزول في اللون.
الإخوان الزول تومات نور الدين المرابي بتحياتي تومات اسم مناضل الحر. شكرا، ربما انت كنحييوكم الاخوان كاملين اللي سولوا علينا الاسئله، يقول لك فين راكم الاخوان، الحاله الصحيه واخا احنا رانا عايشين راه في البلاد، كاين السبيطار كاين الدواء كاين كلش، ولكن نعاود نقولوها لكم من جديد من تشوفوا الاخوان ديالنا، من تشوفوا هذا الفيديو هذا اللي داروا الاخ كريم منوس في الصفحه ديالو كيهضر على السبيطار، هذيك المرة اللي كيقتلوا عباد الله قدام عباد الله، ما كاينش ما كيديروا الناس، وكو كان الحق عباد الله، خرجوا نقولوا الكلمة ديال الحق، حنا بارك علينا بهذا محمد السادس، واش هذا هو البديل الاقتصادي؟ واش هو هذو المطالب اللي بغاهم الحراك المبارك المقدس اللي كيقول لك ايوا انتوما غير بالسياس ماشي محمد السادس ماشي، ايوا ها هي الاخوان، ها هي كل يوم فضيحة. قولوا لي واش ديك الدولة ديال محمد السادس راه تزيد لنا المنطقة القدام ولا تزيدها اللور؟ المنطقة راه هذا غادي الهوية، راه الناس ما جبرت ما تاكل تما، وها هي دروك راهم يقتلوا عباد الله في السبيطارات الإخوة، راهم كيقتلوا عباد الله في السبيطارات، واش عرفتوا واش راه الناس كتنادي راه كدير الأوديوات تقول كواك وكا الحق، اعدقونا عباد الله، ها اللي راكو في أوروبا اعدقونا، راهم كيقتلوا فينا ما تديوش العائلات ديالهم في السبيطارات. واش تبغي تقتلوهم في البحر اللي مزيان؟ خلاو هذيك الجهة نتاع الريف مشات، شي في الحبس شي في البحر مات شي في اوروبا شي ما عارف واش تكايدير، كل شي تلف لهم محمد، واللي بقى راهم يقتلوهم في السيطرة تاع الاخوة. البروبليم راين اوفا اكبر نون كالينغ، والله ما عرفت ماروكس، والله ما عرفت الاخوان السبنيوليه، ما عندناش ازول تومات كريم تومات عيسى الاخ عادل كور بلانك، تحياتي الاخوان لكم كاملين، نعاود نحييكم من جديد عاود ثاني، ونقول لكم راه كاين واحد الشكايه جديده على ابو شيماء عدو الله، ابو شيماء اللي خرج عاود ثاني وبقى ودار واحد كيما نقولوا اللي حفر شي حفره يطيح فيها، راه طاح في واحد الحفره اخرى دفعنا به البارح مع العشرة ونص ديال الصباح واحد الشكايه، وعادي من بعد عاد عادي نديرو لكم داك الاوديو ديالو اللي دارو داك الفيديو، واحد الاوديو ديال ابو شيماء، وهذاك عاود تاني راه عند السلطات، وان شاء الله هاد المره هذه عادي تكون النهايه ديالو ديال داك كسميتو اللي سميتو ابو شيماء. المهم هذا عادي نتكلموا عليه وقيله في الويكاند حتى يكونوا شي اجراءات يكونوا اتخذوا الطريق ديالهم. اول حاجه نحيي الاخوان ونتمنى من الاخوان يحضروا مع الاخ حسن مطرو، وما تحضروش مع الاخ حسن مطرو حضروا مع الريف، حضروا مع المختطفين اللي راهم في سجون طول العار، حضروا على الاخوان ديالكم اللي راهم يموتوا، والاخوان ديالنا اللي راهم في يموتوا في السبيطارات الاخوان، الا ما هضرناش عليهم احنا ودافعنا عليهم احنا ما يدافع عليهم حتى شي واحد الاخوان، والله ما يعقل عليهم محمد السادس، والله ذاك النظام ما يعقل على شي واحد، ها هي الناس باللي راها تموت في المستشفى الحسني نتاع الناظورة، ها هي الناس باللي راها تموت في الحوسمة، هي بدات في الحوسمة، قول شي واحد يتحرك ولا الحجرة ما كتحركش، بصح إلا عندك العرف تداوى في المستشفى العسكري اللي كيمشيو له هذوك الضباط وهذاك، واللي عنده كسميتو اللي دايرين بالمحيط ديال محمد السادس كيمشيو لاوروبا كيداو في اوروبا وهذا، كنتم عارفين القصيده. وكان واحد الخبر عاود تاني اليوم ماشي خبر في الجورنال خرج عاود تاني باللي الاخوه الاخ الى الامام الاخ قال لك تحيات المناضل الحر خويا عيسى الى الامام حتى النصر ان شاء الله، كمال زازي تحياتي نحييو، واحد التحية كمال زازي تحية عالية نتاع الإحرار والحرائر جميعا بحال هادو اللي راهم كيشوفوا وفينا واللي يشوفوا عزوز عزيز عزدود عزيز، تحياتي لك الأخ الإخوان كاملين واحد واحد نحييكم، ربما أظن على الأخ سليمان حتى هو الناس ديال برشلونة والإخوان كاملين اللي كتشوفوا. واحد الخبر عاود تاني قال محمد السادس صافت واحد البيدق من البيادق ديالو الاوروبا الاوني اوروبيه باش يطلب الفلوس قال لهم خصكم تعاونونا في هذه اللحظه هذه، خصو الفلوس دفعوا واحد المبلغ، يعني واش تنقول لك ما لا يصور، راه عندي عندنا في الجورنال خرج اليوم هذا النهار هذا، يعني ديك الدوله راها تطلب راها في الهويه ديالها، الريف جا من هنايا على الجهه ديال البحر
الصحراء جات له بالجهة الأخرى، محمد السعدي سبقها في الوسط، عادي يقسموها في الوسط بمشيئة الرحمن، لحقاش ذاك السيد هذاك ما بغاش يحشم. هذه هي اللي كنقولوها لكم، هذيك الدولة هذيك مشات، كانوا يستناو 20 مليون ديال الناس اللي يفوتوا فاكونس هذا العام هذا في 2020، كانت الدولة المغربية تنتظر 20 مليون سائح. ومن بعد ذلك، من بعد هذا المرض هذا، دوك 20 مليون واحد مشى، يعني مشى والله تعالى والله لا جاد له تمام في أي حاجة في أي طريقة هذيك. ولكن كنقولوها حنايا، نناضلوا عاوتاني الطريق ديالنا، ونوعيوا الناس اللي عندهم الإخوان، الناس اللي عندهم الناس العائلة ديالهم في الحسيمة والنواحي والريف وداك البلاد كاملة، اللي عندهم ما يديوش الناس للسبيطارات. راه واحد المرة راه خرجت عاوتاني تزكي، شافت قالت واك واك الحق، راهم كيقتلوا عباد الله. إلا مشيت مريض على مرض السكر يقول لك مت بكورونا، أم فيك مرض الملح يقول لك مرت بكورونا، إلا مت وما تجبر عند الباب ديال الجامع، تجبر عند الباب ديال المستشفى، تجبر الإمام يقول لك إيوا كتاب له، كتاب له، هما يقتلوه أنت كتاب له، كتاب له، اهضر تكلم. مين جات له؟ ألمانيا 10 مليار درهم أوفيتال. ها هو واحد الأخ قال لك ألمانيا 10 ملاير درهم أوفيتال اللي تلبت لهم الناس ديال دورتموند. حسن من تحياتي الإخوان نتاع الألمان وجميع الأحرار والحرائر، الحمد لله الناس ديال الريف راهم في أي مكان، الأحرار والحرائر راهم في أي مكان، والحمد لله التعاليق ديالكم وهذاك كتزيد لقدام، الفيروس خطير باقي حتى يسالي كلش. والإخوان كاين فيروس هذاك نتاع المرض، وكاين فيروس ديال محمد السادس، الفيروس هاهي هما السبيطارات، مشينا غير حنا هكا السبيطار الطبيب. والله الا تضحكوا الدواء مش حال باش شريته، وبالله الا 45 سنت اللي قالوا لي باش تداوى به. من بعد مشيت للفرماسي حشمت كاع نجبد 45 سنت. ايوا روح هضر مع الدولة ديال محمد السادس، روح هضر مع الدولة ديال محمد السادس، يقول لك الامارة ديال المؤمن. ورا ذاك الخيام خويا عيسى العياشة اصبحوا اضحوكا، كمال زازي الاخ، كمال زازي راه العياشة تعرف واش توقع لهم اليوم، تعرفوا واش توقع لهم؟ وقال لك واش توقع لهم العياشة في بروكسل، راه البوليس داروا لهم بالإعلام ديال المغرب، الإعلام ديال اليوطي نتاع محمد السادس. اليوم واحد الشوهة وقعت له العياشة 200 واحد جمعوهم كاملين البوليس، قال لهم كيفاش نتوما تخرجوا بلا قانون بلا هذيك؟ ايوا غدا عاوتاني غادي تشوفوها في الجرائد، العياشة ديال محمد السادس والإعلام ديال كيسميتو الإعلام ديال اليوطي مهزوز في السماء في بروكسل، بحال اللي مشاو يحروا ما نعرف واش دار. ابغي مشي دا الى يقول لك العياشه، ويمشيو الصحراء المغربيه، الصحراء روح المليليه راكو كتركبوا بها العياشه، كتفوتوا على مليليه وسبته، وكتكبدوا من تما الطياير والباطويات. ايوا روح تما وقف وقول له، قول له سبته مغربيه، وقول له مليليه مغربيه، لا ما تقدولهاش، جبروا غير على الناس ديال الحق مساكين اللي قهرتوهم وقتلتوهم. انا نقول الفكره ديالي اخوان ديال الصحراء، انا نقولها لكم ما عندناش المشكل معاهم، انا كي اي واحد كان سمع واش تا كيقول، كيقولوا الديكتاتوري ديال محمد السادس، ما جاوش يحاربوا الناس ديال الريف، ما جاوش يحاربوا الناس ديال الاطلس، ما جاوش يحاربوا الشعب، جاو يحاربوا النظام ديال محمد السادس. قال له صافي ما تحكم علينا، ما تدور بينا، صافي لا يجعل شي بركه 45 عام تتقتل فينا كما قلناها حنايا الاخوان، حنا كنقولوها لكم. واه كيما قال لك العياشة ولا اوضحوك محمد السادس ولا اوضحوك، ما يراش يبان، ها ما يراش يخرج، ما يراش يخرج محمد السادس عليه. وصاب لك الدعاوي ديال الامهات ودوك المظلومين اللي راهم، واش عرفت واش هو الظالم؟ ليلة ظالمين في السجن، واش هي ولا ليلة مظلوم في السجن؟ واحد الانسان مظلوم تديه للحبس، عرفت واش يوقع له ولا ما عرفتوش عليه؟ عرفتوا واش راه واقع في هذه الدنيا هذه ولا ما عرفتوش؟ وكاين اللي كيقول لك لا حنا كنصروا الامازيغ الريف، اللي كيهضر وراه نقول لكم راه كاين واحد الحديث يمكن راه وصلت الساعه ديالو، ويل للعرب من شر قد اقترب، راه هذه هي ويل للعرب، واش راكم ديروا العرب هذو اللي راني كنقولو، ماشي اللي كيهضر العربيه ولا يقول ليها، كان هذو اللي الراس ديالهم بلوكي. خرج العياشه هز هنا في بروكسل، وهز الاعلام ديال محمد السادس نتاع اليوتي وفي بروكسل، وجمعوا 200 واحد، ما احترموا لا مسافات لا والو لا حتى شي حاجة، ما احترموا حتى شي حاجة، بقى شي معاشي. ولكن الحمد لله الأحرار والحرائر، الناس ديال الريف والحراك المبارك المقدس، من كيدير الوقفات دارهم في كورونا، من غير كورونا كيحترم المسافات،
كيسول البوليس، كيجيب لوتوريزاسيون، يجيب القانون، واش مسموح ندير البوق، واش مسموح ندير هذيك الاعلام ديال اليوتي ميتس تما، هذا هو القانون ديال الحراك المبارك المقدس. ولكن العياشة ها هما برهنتو على السلبية ديالكم، برهنتو باللي محمد السادس حامي، اللي كتقولوا حامي حماد الدين، هذاك حامي العياشة وحامي المنافقين، واحد الكاذب، واحد القاتل، واحد السارق، واحد البيدوفيل، كاع جميع المناكير مجموعة في ذاك محمد السادس. من كتشوف هاد الإخوان ديالنا عادي يموتوا في السويطرة وفي الحبس، دروك دروك في هاد النهار هذا إخوان، الناس كتعيط. أنا إلا قلت الحوسيمارة، قلت الأطلس، قلت أكادير، قلت مراكش، قلت طنجة، قلت كلشي، ولكن راني نقول لكم مين كيخرجوا الأوديوات، شوف مين خرجوا الناس بالحبس تما، كيسميتو السبيطر كيموت، الحانوت ما كاين ما يصرف، السبيطر ما كاينش، الدواء تخرج ما كاينش. الاخوان من كيتنفس بنادم، اللي راه سالك، اللي عنده العائلات في اوروبا كيسيفتو، هادوك هما باش راهم عايشين عباد الله. مي كاين اللي كيقول لك هو الحكم الذاتي، كاين اللي يقول لك الصحراء، يمشيو يديروا الحكم الذاتي، عندهم الحق. اش من حكم انا غادي يجي يحكم عليا محمد السادس؟ دالك كلش، واش انت واحد اللي يقول لك حنا ما عندناش الجهد؟ اش من جهد عندنا ولا ما عندناش الجهد؟ واش ده هو الجهد؟ هو حنايا اللي رانا معيشين دوك الناس اللي راهم في اوروبا، اللي معيشين دوك الناس اللي كاينين تما، الا مشاو هاد الناس اللي في اوروبا يموتوا، ما كاينش. ما باع بعض شي ناس قلال اللي كيدخلوا ولا يصاوبوا الطوموبيلات، الله يصاوب هذيك وهذيك، ولكن يكون الدعم لاوروبا باش كيدير، الناس كتخرج وكدير. لكن مهم هذه اللي كنقولوا، كيقول لك هكا الحكم الذاتي ولا هذيك، راه كل دوله راه الله يحسن العونه الاخوان، كيفاش غادي يحكم عليك واحد هو هما راهم يموتوا في السبيطار في الحوثي، هما راهم كيموتوا عباد الله في الحوثي. كل اللي كيحكم البلاد، كل اللي يحكم البلاد هو اللي مشى بنا القصر تما، الشيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ديال محمد السادس. شكون اللي مشى لتما الحوثيمه هذه المره الاخوان؟ جاوبوني انتوما، شكون مشى؟ مشى محمد السادس، دار في وسط الكره القصر. شكون اللي كيمشي تما بالبحر وباليخت ديالو؟ محمد السادس الاخوان. وشكون اللي كيفوت تما بالكات كات في الشوارع؟ محمد السادس، والمخزن ديالو والبركاكه ديالو والشكامه ديالو. بصح السبيطار اللي كيموتوا فيه حنايا ماشي بشر، حنا يقتلونا ويعدمونا، ما كاينش كاع اللي يهضر، ما كاينش اللي هو اللي كينوض يهضر يقول لك ولا حنا ما نقدوش لمحمد السادس. اي لا ما نقدولوش، حنا ربي كيقد على كل واحد، ربي كل وين فيكون، حنا ما رانا عبد من عباد الله، ونتمناو نكونوا مع عباد الله الصالحين. ولكن محمد السادس لا لا الاخوان، لا ماشي هذه هي على من اتفق، راه كل شيء الله تعالى اللي غادي ينصر الحق كما نقولوا، الا ما قديتلوش انا وانت وهذاك الاراده، ولكن الله تعالى راه يتيح كل واحد، كل طاغية اللي كيطغى. واش صاحب لكم هاد الناس اللي راها كتموت؟ واش هاد الناس اللي راكو كتسمعوا لهم بالودنين يقولك واك واك عباد الله راهم كيقتلونا، راه محمد السادس راه بقى، واش بقيتو تبقاو تخرجوا يقولك محمد السادس غيقتل فينا؟ قالك راهم يموتوا عباد الله في السبيطار، الناظور كيزقيو الناس يقولك راهم يموتوا، الحسيمه يقولك كيموتوا، مناطق اخرين في وجده كيقولك كيموتوا، مراكش هما كيموتوا، الاساتذه خرجوا هما عدموهم بالعمود في الدار البيضاء ولا الرباط. ديك الدوله صافي، داك النظام ما عرف ما يدير، كيامن بالقوه، ولكن القوه مشات، القوه نقولها راه تعيا، مش حال قدك، مش حال قدك، مش حال قدك السيطره. بقاتل محمد السادس واحد الحاجه، واحد الاخ واش قال لك النظام الريف، والله ما اخي، السلام الله عليكم عيسى، لا بأس عليك أخي المرجو من الأصدقاء في ديار المجر، ضمن معي عملية جراحية، نحن لا نتدخل في الصحراء. الأخ اللي قال لك نحن لا نتدخل، هذيك الفكرة ديالي الأخ، حنايا ماشي على الصحراء كريمة، أنا نقول لك الأشخاص واش كيقولوا دوك الناس، واش كيقولوا دوك الناس الهضره اللي كيهضر، يقول لك بغيت الحق ديالي، بغيت المعيشه الحره، وبغيت نتحرر بالعبوديه، دوك الناس اللي كنسمعو، ماشي حنا ما ندخلوش. حنايا اي واحد، انا كشخص، اي واحد يهضر على الحق كنمشي نوقف معاه، جاب الاطلس بغى الحق ديالو وقال واك واك الحق، عطيونا حتى حنايا نعيش ونوقف معاه. علاش؟ واش حنا ماشي نقولوا ما تهضرش على الصحراء، ما تهضرش على هذيك، هذيك عادي نوليو في ديك القبليه،
قبلية كتميز بوحدها يقولوا لها القطرية. حنايا نبينوا للعالم ونبينوا باللي الإخوان ديالنا أي واحد بغى يعيش، حنا بغينا أي واحد من نقولوا أخي عيسى الوضع يزيد تزامنا، أخي عيسى يزيد تزامنا يوما بعد. يا هو الأخ عزيز قال لك كل يوم كل يوم كيتزاد، كل يوم كل يوم حاجة مصيبة أخرى، قال لك يوم على يوم. أنت فين تعلمت الكلام يا بنادم الكرتون؟ الحسين دي والله ما عرفت واش تاع الاخ واش تاع القصد. المهم معليش اللي بغى يقول شي كلمه هك ولا هك. تحياتي الى الشعب الريفي، تحياتي للشعب الريفي والشعب الحر. محمد السادس شفار، شكرا حنان حسيمي شفار بامتياز وقتال، وكما كان يقولوا الاخوان البديل الاقتصادي، يقول لك يعطينا البديل الاقتصادي ويعطينا المطالب ويعطينا العداله والكرامه. هذاك ما يعطيش، ما عندوش الكرامه وما عنده حتى شي حاجه. وذاك النظام هذاك نتاع المخابرات، هذاك الخيام اللي كيحكم في المخابرات، هو مرة قال لك راه قبضوا عليه شي حاجة، غدا ليه قال لك عادي يحبسوه، عاود تاني بعد غدا ليه قال لك عادي يخرج لانتريت، عادي يخرج لوتريتي. راه واحد الروينة راه في ديك البلاد هذيك، الله يستر ويحفظه، واش عادي يخرج ما نعرف واش عادي يخرج بديك البلاد اللي سميتها المغرب، اللي سميتها ما عرفتش واش يخرج بيها. فين ما راه شي يعجب يخرج بيها. العياشة كتهضر معاه، انت تهضر معاه، هو يقولك عاش السفاح، ضربات اوتوموبيل يقولك عاش السفاح. انا عمره ما شفتها فوق الارض. يعني تقدر تهضر مع الانسان، يقدر الحيوان تهضر معاه تربيه وتقمع تقول له نعس ورك دير هذيك دعوة هانية، ولكن حنايا الانسان الله ما عرفت. اظن اخ نور الدين عواج، تحياتي للاخوان الاحرار الحرائر نتاع كازا على ما اظن. نور الدين عواش تا هو دخل، تحية. ما غاديش يعطينا غير القاسح. عاش الشعب ولا عاش من خانها. شكرا للاخوان اللي يقول لك عصابة حاكمة. شوف الاخوان، شوف الناس بالمانيا، الناس نتاع دورتموند، الناس ديال المناطق كاملين كيقول لك حنا كنقولوها عاش الريف ولا عاش من خانها، عاش الشعب ولا عاش من خانها. بقى محمد السادس واحد الجائحة على عالمية العالم بأسره. الجائحة أول الجائحة راه كسميتو محمد السادس أكبر جائحة في هذيك، أكبر مرض فوق هذه الأرض نتاع العبودية، واللي كنركعوا ويبوسوا اليدين لعباد الله. عادي نشوفوا هذوك اللي يبوسوا له اليدين واش عادي يسلكوا، عادي نشوفوا واش هذاك محمد السادس عادي يسلكوه هذوك اللي دايرين به. هو راه بدل ذاك الخيام، هذاك المدير نتاع لا دي اس تي نتاع المخابرات بدلو، جايين الانتخابات غادي تجبر شي حقوقيين. كنا نفرقوهم حتى حنايا غير هكا تشوفوا واش راه يقول. ولكن هما كيوجدوا الانتخابات، كيوجدوا راسهم، ولكن الوضع كيتأزم أزمة على أزمة. ما كان سبيطارات، الحباسات محمد السادس عدو الله زدت فيهم، زدت زوج في وجده، زوج لهيه زوج لهيه، الحباسات كتزيد فيهم والسبيطارات ما كديرهمش. ما كيهمكش الشعب ديالك، اللي بغى يموت يموت، الفقير بغى يموت يموت، الماكلة بغى ياكل ولا يضرب راسه مع الحيط، ما كاين والو، عطي لهم الزروطة وصافي. كتر في البوليس وكتر في المخازنية، ما عاديش يسلكوك. انا كنقولها لديك الدولة هذيك ديال محمد السادس، بقالها غير واحد الحاجة، هذه اديوها الاخوان، هذه من عند الاخوان ديالكم ديوها. محمد السادس بقات له واحد الحاجة، قاتلو الاعلام، الاعلام اللي راه قابضو، ما حاجه اخرى، القوه مشات له. قاتلو البرقاقه والشكامه والاعلام. شفتوا واش هي القنوات ديال الصرف الصحي اللي قالوها الشرفاء اللي راهم في سجون ذوو العار؟ قناه ديال الصرف الصحي هي اللي بقات كيهاجم الاخوان في الريف، يهاجم الاخوان في الاطلس، يهاجم في الصحراء، يهاجم في اوروبا، يهاجم لهيه. قابضهم غير بالقنوات باش يسكتوا ويلهي الشعب باللي ما كاين والو. وحنا كنقولوها الشعب راه كيشوف كل شيء بالعينين ديالو، راه بلا ما ديروا القنوات، غير اللي بغى يمشي لشي سبيطار يمشي قدامه ويتفرج. راكو عارفين على من راني كنهضر، راني كنهضر على الشعب الفقير، ماشي على هذوك اللي قابضوا الطياير واللي كيديروا الزردات، يديروا الكاميو، يديروا الحواله في الشواء، وهذاك كيشويو الخرفان وكيجتمعوا مع بعضياتهم. هذوك ما عليهمش كورونا، كورونا غير على المسكين، المسكين ما خصوش يتنفس، بصح اللي لاباس عليه يخرج ويدور، ما كانش اللي يهضر معاه، يدير غير ديك الف واحد ولا يدير ديك الكارطه نتاع الشرفاء الادارسه ولا ما نعرف نتاع العلويين، وكيتمشى بها فين ما بغى.
حنا كما كنقولوها، انا كما كنقولوها الاخوان، الحرية المختطفين ثم الحرية المختطفين. جاي في الطريق هذا الويكاند ان شاء الله غادي نفضحوا بوشيماء، درنا به واحد الشكاية جديدة، والقضية نتاع الارهاب في بلجيكا عاوتاني، هنا في اوروبا عاوتاني قال لك راه كاين شي حوايج اخرين جايين. ذاك محمد السادس ما كاين حتى شي تريكات، خرجوا اللي بقاو كيدوروا هنايا دوك العياشة، خرجوا برواندهم هنا، عطاو لهم الناس ديال الصحراء، عطاو لهم قتلة تما في الطريق، جراو عليهم جراو عليهم رجل على رجل كيجريو، وكيقولوا لمحمد ديكتاتوري، محمد السادس ديكتاتوري ديريكت. عاودوا هنا عاوتاني العياشة داو واحد الدرس عمره ما يتعاود، داو عاوتاني على الناس، على البوليس نتاع بلجيك، جمعوهم كاملين تما في بروكسل، صحوا لهم راهم في كسميتو. المهم الاخوان، هذه هي الهضره اللي كنقول لكم. شوف تي في، شوف تي في مخزنيه تابعه الى عصابه، وهو قال لك شوف تي في مخزنيه تابعه للعصابه الحموشي. والاخ حسن دور طنموم، الصمود تومة عيسى، الحريه لرموز التضحيه عزوز عزيز، تحياتي. الحريه لرموز التضحيه، الحريه ناصر زفزافي، نابله حمجي، في الحاكي، محمد جلول. شفتي شفتني فرنسا كيفاش قام مع الديكتاتور. والأخ بلجيكي محمد أومار، شفتي فرنسا كيفاش قام مع الديكتاتور. والله ما عرفت واش يعني واش فرنسا، واش توقع في فرنسا ولا ما عرفتش الأخ، واش تقدر إلا قدرت وضحت نجاوبوك الإخوان. حنا نجاوبوكم الإخوان، عاشوا الأحرار المغرب، وأتمنى لكم الفرج والحرية والازدهار بعيدا. عاشوا أحرار المغرب، ونتمنى لكم الفرج والحرية والازدهار بعيدا عن الجبابرة والطواغيت وإسلام فرنسا وإسرائيل. الإخوان، مهم المغرب والملك والشعب الحر، الحمد لله به. أخ حسين ديب، أنت يا كتهضر المغرب والمالك اخو الاخ حسين ديبي، الا ما عجبكش، الا ما عجباتكش الهضره ديالي اخويا، راه كاين قنوات بزاف، كاين ناس. انا كنقول الفكره ديالي، نقول الراي ديالي، والعديد ديال الناس اللي متفقين معانا. الا انت راك عاد قابض في المالك، راه حشومه والله، لا حشومه بالله، بالله الا عاد يبقاو يضحكوا، راهم يضحكوا علينا عباد الله. اش مين كتقول المالك على محمد السادس، راه كيبقاو يضحكوا عيب الله. لو كان غير قلت الملك ديال فرنسا نتاع بلجيك ولا ديال هولندا ولا، تقدر بنادم يميك شويه، بس حنا تشوفنا على محمد السعدي تبهديله. شو ها صاحبي مالكو، شو ها والله الا شو ها كتكتبوا على الملك، انا والله ما فهمت. ولكن نتمنى من الله تعالى يعذبكم في الدنيا قبل الاخره، راه حقاش في الاخره هاد الشرك هذا اللي كتكذبوا كدير الملك، باللي هو الله الملك لله، قلنا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الملك لله الاخوان. ولكن انت يا عاوتاني تكتب، انت تكتب الملك وتكتب الشعب، واش من الشعب؟ ومحمد السادس مع الشعب، محمد السادس كيهضر على الشعب، محمد السادس كيطحن الشعب، اش كتكذبوا على راسكم الاخوان؟ ولكن قالك وما امن معه الا من قد امن، راه كيامن غير اللي شاف داك الشيء، من يشوف فلو صافي امن باللي داك الشيء كاين، ولكن كاين اللي متشدد في دوك الحوايج ديالو. تحياتي، احنا في الوطن وخارج عندنا الحرية. ما عليكش الاخ حسين دي، بغي يكتب على راسك والله الا عطيت لك وما نبلوكيك، ما نقول حتى شي حاجه. مالك 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 الدعاره والحشيش، هو قال لك اللي كيحكم في الدعارة والحشيشة راه أول دولة يعني داروها في التصنيف ديال المرض ديال السيدة، باللي الدولة ديال المغرب راه واحد الفضيحة الإخوان. أنا ما بغيتش ندخل في شي تفاصيل، راه والله إلا غير بنادم راه شوية العيا فيه وصافي، ما والله إلا حتى الويكاند إن شاء الله يكون شوية ديال هذاك. أنا الويكاند نعطيو لكم شوية ديال أبو شيماء، واش دار الشكاية اللي درنا محمد السادس. ونتمنى الاخوان يحضروا مع الاخ حسن المطارو، حنايا يمشي هذا الوباء هذا ويكون مسموح نقبضوا الطائرات والطرقان. عاود الملك عايش لا بغى يموت، هو اللي قال لك عايش عايش. وشوف الاخوان وما جاودوك، ان الملك اذا دخل
إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. محمد من الصحراء الغربية. محمد الأخ محمد، حنا ما عندنا مشكل مع الصحراء. أنا كشخص، أنا بعد نقولها كل التضامن مع الإخوان، مع أي واحد كيقول الكلمة ديال الحق ويبغي يعيش، ما يبغيش يعيش في الذل والعبودية. سلام الأخ حمزة، الناس ديال أنتويربن، تحياتي الناس ديال أنتويربن. ومعروف عياشي عبيد ديال محمد السادس، قال لك راه اللي معروفين. تحية للناس ديال اللي كيقول لك عيسى ما تهضرش، حنا خاطينا بالصحراء. انا كنقولها لكم، اي واحد كيهضر على الحق ديالو، تحية للناس ديال الصحراء، دوك اللي ما يرضوش بالذل والعبودية اللي قالوا محمد ديكتاتوري ارهاب. محمد السادس جمع راسك من هنايا، حنا بغينا الحقوق ديالنا، ما عندنا المشكل. حنا اي واحد، اخوان القبائل الجزائرية ليبيا، اي واحد يهضر على الحق ديالو رانا معاه، بصح الظلم واللي كيبغي العبودية وهذيك، هذيك حاجة أخرى الإخوان. حنا راه كاين اللي يقول لك الفتنة، وهذا الفتنة راه فين فين راه فين؟ كاين شي فتنة قد هذه؟ كاين شي فتنة أكثر ب 15 مليون مغربي خارج بديك المغرب؟ شكرا أخي، تحياتي من الصحراء الغربية. شكرا الأخ، ونتمنى حنايا الإخوان ديالنا الصحراء الغربية، ولا والله ما كاين مشكل، كل التضامن. وكاين وقفة، أنا كشخص نجي نوقف مع الإخوان ديالي اللي كيقولوا الريف ما عندناش المشكل مع الصحراء، مع حقهم ندافع على حقهم. شكرا لك يا الأخ، أنا ليس من السياسة. شكرا لك يا الأخ، إن أنا الأخ حسين ديب قال لك شكرا لك الأخ، أنا ليس من السياسة. قال شي نقول لكم الأخ حسين اللي تقول هذيك محمد السادس ولا عاش محمد السادس، راه هذيك راه والله لا عيب، والله العظيم لا حشومة بالله. الناس راها كتموت يا الإخوان، الناس كتموت، راه حنا حرقنا صغار جينا في ديك البلاد هذيك. غير بنادم غير كيشم الريحة يكبر شوية يقول لك نمشي للخارج، غير يدير هكا يبقى يشوف غير في الماتريكولات نتاع الخارج، يقول لك يا ربي غير نمشي، ايه نمشي، يقول لك نموت. واش كاين شي دولة، واش كاين شي دولة في العالم بنادم يقول لك نموت نموت نمشي نموت؟ يقول لك كاين واحد المثل يقول لك كوني الروكان ولا المروكان، يومين يقول لك يشوف هاد الناس يقول لك نمشي نموت ولا هذيك. ولكن حنا كما قالوا الاخوان، النصر قادم، حنايا الى الامام. الديكتاتوري ديال محمد السادس بان لنا، واللي كيقول لك هذاك بغى يحكم علينا ولا يجي. انا والله هذيك البلاد هذيك محمد محمد السادس تما، ما نعقل عليها، ما نعرف ديك البلاد، ما نعرف، كنعرفوا الفقراء، كنعرفوا المساكين، كنعرفوا الاحرار والحرائر. بصح محمد السادس باش نجي نعطي انا الباسبور ديالي نعطيه لواحد اللي يغتصب لي، اخوان اللي راهم في المختطفين في السجون الذل والعار، ولا نمشي نهز الباسبور ديالي ونمشي لديك البلاد، نمشي نفوت فاكونس وندي الطوموبيل نبقى نفوت على البحوره والاخوان ديالي يموتوا بالجوع؟ هذيك ما تكونش فيا، هذاك ماشي من الاهل ديال الكرام، هذاك ماشي من الاهل الاحرار والحرائر. هذاك الا بقيت نفكر غير في راسي، لا حنا كنفكروا في الاخوان كاملين. مساهله تمشي على الاخوان، اشكال نضاليه. واش قال لك الاخ كمال زازي؟ اشكال نضاليه قادمه اخويا عيسى. واه الاخ كمال زازي، لا بد النضال، لا بد في صالح المغرب الكبير، لا بد. الاخوان اللي قال لك واش كاين اشكال جديده نتاع النضال، حنايا ما كنعلموش الغيب، ولكن راه عندنا البروغرام في الخاطر ديالنا. الى ربي مشاهد الوباء هذا الاخوان، ولو قدرنا نتنقلوا بواحد هذيك. ولكن كاين شي حوايج اخرين راهم داروا في هذه المرحله، مع كيما نقول لكم كاين شي منشورات، وكاين عاود تاني نشروهم على الشوارع عاود تاني من جديد، وكاين عاود تاني ابو شيماء شكينا به. كاين عاود تاني لا هذا الوباء مشى، نمشيو نديروا وقفات، ماشي غير نديروهم في هولندا وفي اسبانيا، وان شاء الله حتى في بلجيك. يعني يفوت هذا المرض، هذا الوباء ما يخليكش تخرج على الخاطر ديالك. وكل واحد يعني حتى مين تمشي مثلا، تمشي في الطياره لاسبانيا ولا تمشي لشي بلاصه، عندك واحد 48 ساعه دير التحاليل، وديك 48 ساعه الا جاتلك في الويكاند ما تقدرش تفوت. والاخوان راهم على بال اللي عايشين هنا في اوروبا. التحيه الاخ عيسى، انا كذلك، انا كذلك مع كل مظلوم وضد، واش كذلك ما وضد كل ظالم، الصحراويين مسلمين والملك، ودي الشعب المغربي مسلم والملكي. هو قال لك الاخوان، قال لك القاضية الفقر والبطالة العالمية.
هو اللي قال لك الحسين ديب، انت قلت لي القضية الفقر والبطالة في العالم كامل. الاخ حسين ديب، وراني عايش في بلجيك، وراني قلت لك واش مشيو تسلموا على واحد الولد ديالو اغنى، كيفاش انت البطالة في العالم ومحمد السادس ولده من اغنى الاطفال في العالم؟ كيف يعقل وانت تقول له عاش محمد السادس وتقول لي البطالة؟ البطالة الناس راه كاين، بس كاين درجات، كاين هاك وهاك، بلجيك وفيها البطالة، كاين واحد المدينة فيها 2% تاع البطالة، ولكن وجد لها. انت قلت هي البطالة والسبيطارات. تحية من قلب الريف، تحية الأخ محمد علي، تحية الإخوان كاملين، نحييوكم أهل ديال الريف، الأحرار والحرائر، الشعب المقهور المسكين الفقير، نحييوكم كاملين. إن شاء الله الصحة راه ترجع للبلاصة ديالها، ونرجعو نزيدو نفرحو هاد محمد السادس. الله ياخد يخليك وليد أخويا عيسى. شكرا الأخ كمال زازي على الكلام الطيب، كما قلنا حنايا كنقولوها دائما، ما نطيحوش الهضره الاخوان لبعضياتنا، وما نطيحوش الناس، وما تطيحش حتى في الخاطر كما كنقولوها حنا. فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين، كما قلتها قبل ونعاود نقولها، حنا ما نحتاجوش الهضره عيانه الاخوان، ولا نطيحو، ولا غير ما تقولهاش الاخوان. كاين ناس عائلات، كاين ولاد الناس، كاين بنات الناس، كاين ولاد صغار، كاين ناس كبار، جميع الفئات، وكيتفرجوا فيك وكيسمعوا، ما تيحوش الهضره. وقبل هذا الشيء كامل اللي كان فيه الايمان، والله تعالى ان الله يحول بين المرء وقلبه، خصكم تعرفوا باللي الله تعالى ما تنويش تقول الكلمه ديال السيئات. الحاجه الا قلتها عيانه كتكتب عليك، نعاودها لكم تكتب عليك سيئه، ولكن الا قلتها كلمه طيبه، هو قول له الطاغوت، قول له الطاغيه، قول له عدو الله، قول له كاين تما، ولكن تتيح ديال الهضره بالحزامه لتحت الاخوان ما كاينش. ماشي بالطبيعة نتاع البشرية جمعاء، وماشي بالطبيعة نتاع الأحرار والحرائر، وماشي بالعادات والتقاليد ديال أهل الريف والأحرار والحرائر أينما كانوا. ما تكونش الكلمة اللي عيانة، احنا يا اللي جينا نحاربوا الفساد، احنا اللي هضرنا هذا الفقر، هذا والمختطفين اللي راهم في سجون طول العار، اللي هضرنا عاوتاني الناس اللي راهم يموتوا في السبيطارات الإخوان. أنا كنت في بلجيك، نحيي هذا، انا كنت في بلجيك، نحيت هريب هربيت، والله ما عرفت الاخ حسين، وقيل المخزن يقتل في الريفيين والريفيات، هو الاخ حسن دورتموند، شوف اللي كيهضروا بالاعماق دورتموند، الاخ حسن دورتموند، نحييك اللي عارف واش كاين، يقول لك المخزن راه يقتل، محمد السادس راه يقتل في الريفيين، راه يقتل فيهم الاخوان، راه يقتل فيهم، وانا راه عينا واحد، انت تجي تهضر نبقى نفهمو جوج سوايع غير في محمد السادس، غير اللي محمد السادس راه طاغيه، هو كيشوفو بالعين ديالو، هما الناس اللي كيكتبوا السلام عليكم الاخ زفزفي، هما الناس اللي راهم كيهضروا، اللي يقول لك المخزن راه يقتل فينا الاخوان، الناس راها كتموت في السبيطارات، حنايا نبقاو لاهين مع هاد الشكامه والبرقاقه نتاع العياشه، ولا تبقى لاصق معاهم والله وتهضر معاهم 100 عام ما يتبدل فيهم، لا يجعل ربي يسمح لنا نصوموا 3 ايام ما يتبدل حتى شي حاجه فيهم. علاش؟ هاد العياشه واخا تهضر لحقاش كيشوف بعينه، كيشوف بعينه محمد السادس دا كلش، حتى الاغتصاب ويغتصب، ولكن ما كاينش اللي كيهضر. الناس مين كتهضر؟ هي هضرت الناس ديالها، هي الناس راها تموت في السبيطار دروك، هي كتموت في السبيطار، كل شي واحد ينوض يهضر، يكتب لك تما يقول لك لا انا ما عنديش مشكل مع محمد السادس. اخ حسين يبان لك حسين الديب، هربتي ولا ما نعرف، الله ما عرفتك واش راك، واش بغيت تعني، واش صاحبك عادي تكسر لي الراس انت الحسين، الا كتبغي محمد السادس الله يعاونك اخويا، يعني انا راه ما عليش تقول عادي التركيز ديالنا عادي يمشي ونبقى مركز عليك، انا عارف بلي واحد الحاجه، وما امن معه الا قد امن. الاخ انا بروكسل، تحياتي للناس مراد ديال بروكسل، الاخوان الشعب الريفي مسكين، غربه ونموت في البحر، هما اللي كيقول لك في الغربه في الموت في التكرفيس، المرض صاحبي المرض الاخوان ديال، هما الصحراء الناس ديال الصحراء دخلوا معانا، علاش ما بغاوش محمد السادس؟ علاش انا اصلا ومجموعه ديال الاخوان علاش ما بغاوش محمد السادس؟ ما صالحش الاخوان، ما صالحش، واحد اللي كيدي لك هي الصحراء، كيدي لها الفوسفات ويدي لها الذهب ويدي لها كلش، دالها حتى الحوت، الحوت معاهده جديده دارها محمد السادس، البحر
البحر عليكم باش تعرفوها، روسيا تصطاد البحر في المغرب، في البحار المغربية، دار معاهم كونترا محمود السادس. شوف روسيا مين جات، باع لأوروبا، الاتحاد الأوروبي كيبيع له، عنده واحد الشراكة، وزاد معاهم حتى روسيا. روسيا عاد غيبيع، ما على بالوش كيفاش الناس ديال الصحراء ما عادش طالب بالاستقلال. انا كنحييهم على القرارات الصامدة ديالهم، انا كنقولها، واي واحد بركة لا يجعل شي بركة. بعت اللي في البر وبعت اللي في البحر، ديت كلش، ديت الفوسفات، ديت الرمال الذهبية، ديت هذيك، ديت هذيك، وديت النفس ديال عباد الله، وتغتصب عباد الله، ودير واش بغيت، واش بغيت، واش هذا هو اللي ما يقدرش؟ واش كاين شي حكم ذاتي اكثر؟ هذا راه ماشي حكم ذاتي، هذا راه التخرخير ديال محمد السادس. اي واحد يعني ديت له الحق ديالو كيفاش ما يطلبش؟ يقول لك عاد هادو راه ما طلبوش شي حاجه، بنادم يقول لك الحكم الذاتي، ما نورمال، المحاسبه ديالك، المحاسبه ديال محمد السادس، واش تقتلت، واش تذبحت، واش تدرت. الاخوان واحد ينادي لك بالحبس، يقول بالحبس، بالحبس، يقول لك راهم اغتصبوني وداروا لي وداروا لي وداروا لي، بصح ما كانش اللي يهضر لي، ولا احنا عادي نشوفوا، وعادي يعطيونا المطالب، وعادي يعطيوهم حتى شي حاجه. المطالب هي الناس راها تموت، هي المطالب، هو بنادم راه يدخل مريض بالسكر يخرج ميت. الاخوان واش عرفتوا واش ترى واش عرفتوا واش على المره انا نهضروا ولا ما عرفتوش؟ واش عرفتوا الاخوان؟ راه كاين اللي يقول لك راه في حتى حنا عيانين شويه وهذاك، ولكن الاخوان رانا كنهضروا، راه ربي اللي عالم. واش عرفتوا واش حتى هو الانسان حي وداروه في فريغو ولا ما عرفتوش؟ راه الا فيكم الدم اللي فيه، الدم اللي فيه دم، ونحيي الاخوان اللي كان فيه النفس، راه يبكي يبكي يبكي، واش راه القلب اللي راه يبكي. ابنادم حي داروه في الفريغو الاخوان، في الناظور، في المستشفى، راه الاخوان راه تعرفوا واحد الفضيحه، وزيد وزيد، حتى واش هي حي يديروه في الفريك، وما كاينش اللي يهضر. قالوا كان في اوروبا تعرف الملك، ماشي يبدلوه غير الملك، الملك والسلطات والبوليس والعسكر كلشي يبدلوه. ايه على واحد، ايه على واحد، من قتل نفسا كان قتل الناس جميعا. حنا مين كتهضر يقول لك ايوا عيسى دير هكا، انا مين كنقول لك محمد السادس، محمد السادس الاخوان، واش يديرك حي في الفريكو؟ في الفريق وما كانش اللي يهضر. السيد مشى للسبيطار، من جبدوه جبدوه على الحي. واش عرفتوا على المره انا نهضر؟ واش هاد الناس دير معاهم، تريح معاهم في الطابله؟ واش هاد بنادم يعطي لك الحق؟ يا تقعد من تما محمد السادس، او والله ما يبقى تما، والله تول ولا قصه. واش عرفتوا واش هاد الشيء كامل؟ يعني كاع هاد الناس، ومن كتهضر يقول لك لا بغاو الفتنه، الناس كتقول لك باب وديته حي، خرجته ميت، مشاو دفنوا السيد، دفنوه ماشي باهم، قتلوه السيد، قتلوه، دخلوه، قتلوه، ما فيه والو. وتقولوا انتو ما كتاب له، ما كاتب الحاجة اللي وصلت، واحد هز السيف ويبقى يقتل في عباد الله، قولوا ما كاتب عنده الاول، قولوا واش راك دير، حبسه وضربه بشي حاجة، حبس عباد الله. ونحن نبقاو ناعسين ناعسين، شحال خصنا الاخو، شحال خصنا خويا عيسى، اش بقيتي في صحتك دي الاخوان. الاخ كان عزيزي راك تشوفها، والله الصحه راه مين كتشوف هذا الشيء، هذا العجب هذا، حنا راه عندنا ربي اللي عالم واش كان في القلب ديالنا. راه اللي كيقول لك هو قال لك الحسن الثاني، وقيل الحسن الثاني كان يدفن بنادم حي، محمد الخامس كان يوطى عليهم باش يسلموا عليه وشافوه في القمر. عاود ثاني يجي محمد السادس، عاود ثاني محمد السادس قال لهم جدي رسول الله، وكيقتل اللي يدير بنادم حي في الفريق وفي الفريق. كاع قال لك الحسن الثاني كان يدفنهم، وياك يدفن المواطنين هما حي، هادو كيديرهم في الثلاجه، كيديرهم في الثلاجه، والناس عندهم الخبر كيشوف، والعالم كيشوف، كاين فيسبوك، كاين لايفات، كاين المباشرات، كاين وكاين وكاين، كاين الشهاده تاع الاخوان، كلش كيشوف. حنا مين كيهضر شي واحد يقول لك ايوا انت راك بغيت الفتنه، ايوا انت راك بغيت هاديك، ايوا الاخوان ديالنا راه لا ديال الصحراء راه ماشي هكا، حنا ماشي حنا قضيه ديالنا، اي قضيه عادله مشروعه، اي واحد يطالب بالحقوق ديالو رانا معاه، انا كشخص راني معاه، اي واحد كان فوق الارض، ويكون مهما يكون الانتماء ديالو، الا كان ما يرضاش بالذل والعبوديه رحنا معاه، والا ما عاد، والا عادي نمشيو في السياق ديال الديكتاتوريه. ديكتاتورية تبقى التمييز، هذاك وهذاك قال وهذاك قال وهذاك قال لي على ديك المنطقة، لا ما تحكموش بالباطل، إلا ما عشتوش في ديك المنطقة ديال الصحراء ما تعشكو، ما تهضروش عليها، ماشي على المقولات واش تقالوا الناس،
اللي عرفت المغرب كامل، الدولة ديال محمد السادس كتقول بري الريف وريافة قاسحين وريافة قتالين وريافة بزناسين وريافة، ولكن الريافة بينوا العالم اللي سلميين وحضاريين وهذيك 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 الناس ولات تعلقت بهم وعرفتهم أكثر. يعني علاش كنقول لكم حنا ما نظلموش الناس الإخوة، ما نظلموش ونعرفوا باللي هذا النظام هذا قتلنا ذبحنا. راني نهضر معاكم دروك والناس راها في السبيط راها تزكي دروك راها راها ربي اللي عالم. يديو بنادم ما عندهم في ما يديروا، الناس ما واعيين ما دايرين ما كاين حتى شي حاجه، الطبه ما كاينش، الفرمليات ما مخلصينهمش، الطبه اللي مزيان هرب بديك البلاد هذيك، كل واحد راكو عارفين بلا ما كنقول لكم الاخوه. ولكن حنا يمين كتقول انت يا واحد مات مات، ومين يجي يديروا الاستجواب مع العائله ديالو يقولوا عاش محمد السادس. ايوا الهم عالمو ترى مات، هضر على الحق ديالك. واش دا محمد السادس؟ واش دا محمد السادس؟ محمد السادس ديكتاتوري قتال ارهابي، ارهابي عندنا الدلائل هنا في اوروبا، في اوروبا ارهابي محمد السادس، في العالم محمد السادس ارهابي. سوريا كيدي لها السلاح وهذيك 4000 ولا ما نعرف العدد كبير نتاع المغاربه كيمشيو لسوريا الاصل ديالهم ديك الدوله ديال محمد السادس الارهابي، واللي قبضوهم النساء اللي قبضوهم تما قالوا لمحمد السادس خص ترجعنا لديك البلاد هذيك، هذيك البلاد ديالك محمد السادس. حنا علاش رانا نهضروا الاخوان دروك في الليالي؟ اليوم نحيي الاخوان اللي راهم صابرين معانا وكيعرفوا بالله كنهضروا الكلمه ديال الحق. علاش؟ راني نهضر معاكم بالقلب ديالنا، حنا عندنا كلش، عندنا الحياه ديالنا. السبيطر مشيت بنادم غير هكا فرمليه قالت لي دروك تحرك، الطبيب ديالي يجري في البلاص، الطبيب السبيطر في البلاص، المرضو هذاك في البلاص، دخلونا واحد هذاك وبقيت نشوف. والله الاخوان باش تشوفوا اللي ماشي نقول لكم حنا، وحنا واخا في كل مرض ومشينا للسبيطر وهذاك بقينا نشوفوا في الفيديوهات ديال الاخوان ديالنا واش كيوقع لهم. تتشوف في الاخوان ديالك اللي راهم كيديروا فيهم العباري نتاع كورونا محمد السادس يبيعهم، كتشوف في الديكتاتوري ديال محمد السادس يضرب عباد الله بالمطرق للراس، كتشوف الاخوان ديالك ناصر الزفزافي تشوفوا امو يشوفها 45 دقيقة، 45 دقيقة تقول إرهابي ولا قتال ولا ما نعرف، تقول واش تغتصب العائلة الهلكية كاملة. هداوه بهذاك بالحراسة، هذوك راه الشرفاء، هذوك راه يمشي بوحدو ويرجع بوحدو للحبس، ما كيهربوش دوك الناس. كان بغاو يهربوا لو كان هربوا في فلا يقول لا هربوا بالفيزا بمليليا وستة، ولكن هذوك راه هذوك رجال. راني نقولها لكم، راني نقولها لكم هذيك. ولكن حنايا من كتجي تهضر الكلمه ديال الحق هو هكا، هو راه ماشي راه وصلنا رانا نشوفوا كلشي واكوك الحق. درك شكون اللي خلاني انا نسمع الاخوان هادو راهم يسمعوا كي، شكون اللي خلانا الاخوان نهضروا هكا؟ راه القلب راه ربي اللي عالم واش في القلب. والله العظيم الحاجه اللي وقعت لنا المباشرات وهذا كنشوفوهم كنديروها كنشوفو فاش نشوفو حنايا نقول لكم كاشخاص ما كنشوفوش في التخوين، والله ما قليل تخوينات ولا هذا يضر. كنشوفوا الاخوان في هذه المعاناه ديال الناس هادو اللي يبقاو فينا. مرا كبيره من تخرج دير لك مباشر تقول لك ما تديش ولادك امي امي ورتي ولا وتروح تشري السبيطر، ما تديهم مشيوش للسبيطر، امينو امينو، مي يبقاو يهضروا معاك هكا ما فيكمش القلب ولا ما فياش القلب ولا ما فيناش القلب. والله الا كيفاش عادي دير ما تهضرش يا اخوان؟ كيفاش دير ما تهضرش؟ كيفاش؟ قول لي الحل. واللي كيقول لك يقول لك استنى، نقول لك ا محمد السادس انا ما كنستناكش انت ا محمد السادس، انت يا انت والنظام ديالك والديكتاتوري ودوك الارهابيين ديالك ما كنستناوهمش، كنستناو هاد الوباء يفوت وتشوف واش تا هما الاحرار والحرائر. يعني راه ما نحلفوش بصح مي عادي يفوت، راه ما كنعلموش الغيب واش هاد العمر طول، كان بروغرامات عادي تشوف ا محمد السادس تشوف الويلات معانا. لحقاش حنايا ما كان امرناش نستناوك دير شي اجتماع مع شي واحد ولا تصيفط ولا مختطفين هذوك يخرجوا يا عدو الله. شوفوا شوفوا 45 دقيقة الحكي تصيفطوا له واحد، تصيفطوا له تلعب بعباد الله تلعبوا بهم الكارتة بحال اللي حنا جبنا انتصار، بحال اللي كنقولوا راه المخزن هود الراس. راه المخزن ما هودش الراس، المخزن ثعلب، انا كنقولها لكم المخزن شيطان نتاع محمد السادس، مخزن الشيطان هذاك.
هذاك كيخليك تتمنى تمنى وتسنى باللي راه ود الراس، باللي راه يفكر، باللي راه غادي يطلقهم. احنا حتى حنا كنمشيو في ذاك السياق هذاك، ولكن احنا راه عارفين كنشوفوا الناس كيفاش كتمشى وكيفاش كتهضر، باش نعرفوا ذاك النظام هذاك واش كيمص الغضب ديال الناس، وكينعس عباد الله في الديور ديالهم، وكيخلي عباد الله ناعسه، وكل واحد كيستنى بحال اللي راهم خايفين المخزن بينا، بحال اللي رانا درنا غادي يطلقوهم. ايوا غي نشوفوا راهم مين رخفوا الدعوه، ما رخفوش الدعوه. هذيك كيقولوا لها الثعلبه، عرفتوا واش هو الثعلبه؟ عرفتوا واش هو من وليه الشيطان؟ محمد السادس وليه الشيطان. انت الا درت في واحد اليد ديالك في واحد اللي اغتصبك وقلت لك وذبحك ودارك، وكنوليو لواحد المقوله هذه نتاع الاحزاب اللي تسلطوا علينا هذه المره، راه بلا ما نسميو شي وحدين عندهم الكيران ويحسبوا راسهم حقوقيا ولا وزاره نتاع الحقوق، غير صبر، كل شيء غادي يبان، كل شيء كون فيكون. مره يهضر لك على الاعلام ديال نتاع المقاومه، ومره يهضر لك يدير لك الاعلام ديال اليوتي قدامه، ما تفهم والو. كما قال عبد الكريم الخطابي كما يقولوها الصناديد رضي الله عنه وارضاه، واش قال عبد الكريم الخطابي؟ ايها المغاربه، واش قالوا؟ ايها المغاربه مصيبتكم في احزابكم، المصيبه ديالكم في الاحزاب، في الاحزاب الاخوان هذيك هي المصيبه ديالكم. حنا فين وصلنا هاد الشيء هذا؟ راهنا حنا الليل وكتهضر وتمشى اي حاجه، والله العظيم والله الاخوان الى حقوقي راني نقول لك، ماشي دي ديبلومات، عرفتوا واش هما ديبلوماسيين؟ عادي يديروا واحد شي حوايج هنا في بلجيك على دوك، على شي حوايج غادي نهضروا عليهم في ويكاند. حنا ماشي نقول لكم حنا وحنا وحنا، كاين شي حوايج بالدلائل، بالدلائل، وان شاء الله عادي يخرجوا، عادي يخرجوا في المستقبل. ما عاديش ما نكثروش الهضره بزاف حتى تكون شي حاجه. كنقول لكم بلي محمد السادس ارهابي يا الاخوان، ارهابي قتال يا الاخوان، قتال. ما تقولوش راه تزير عليه الحال، وراه يتزير عليه هنا يموت. ما يرحمش الناس ديال الريف، ما يرحمش الاحرار والحرائر، فيه يبقى عرق فيه واحد يضرب ذاك محمد السادس. بصح الا تبل طلوع على الكرسي ديالو تما تقيسو القفقافه، تما ما يجبرش الحل. شوف مين وقفوا عليه الناس ديال الصحراء، مين بلعوا عليه تما، القنصليه جاو المئات بلعوا عليهم تما، مين جاو؟ ماشي حنا كيقول لك واحد تلاقاه، واحد تلاقاه فوق الجبل الاكثريه في واد عميق، زيان جاء يضحك علينا. والاخوه شوف سبحان الله الاخوان اللي قال لك زيان جاي يضحك علينا، الاخوان والله الا كتفهموا الاحرار كيفهموا بعضياتهم طايرين. هذاك زيان كنا حتى حنا نفرقوه، هذاك مره يقول لك الجمهوريه، مره يدير لك الاعلام ديال المغرب، مره يقول لك محمد السادس التصويره، ما كتفهم والو. ولكن حنايا خصنا طريق، طريق مصيبتكم في الاحزاب الشياطين. والاخ الزفزافي كيقولوا حنايا الطريق الصدق، والله ما يكون الصدق. ما تبقاوش ديروا البلانات باش تبلاني باش تبقى تقبل شي حاجه، ولا دير البلان باش يخرج المختطف، خص دير البلان. لا، مختطف خرج فضح الفساد، واش نديرو حنا؟ البلان ديالهم هو لا للدكاكين السياسيه، لا للدكاكين السياسيه. ما تجيش تلعب عليا باش تقضي الغرض ديالك نتايا، باش تطلع الانتخابات، ولا طلع عطيني الحق ديالي. ولكن الحق ديالي ما هادشي ديتو، ديت لنا حتى العمر ديالنا. كنقولوها للاخوان، راه كنقولها لكم، وراه ديك الدوله ديال محمد السادس واحد الحاجه اللي بقى لها هو الاعلان، الاعلان داك اللي راه يزوق الماكياج. قال لك اللي زين برا اش خبارك لداخل، باين اللي كيزوق راسو وتجبر الدار مزوق هو هذا، ولكن مين تدخل ما تعرفوش كاع واش ياكل، ما تعرفش واش في الكاش ديالو. يا محمد السادس بقى له غير الاعلان، الاعلان راه يضوي ملهيه وملهيه، ولكن الفضيحه، الفضيحة على فضيحة. قال إذا أردت استسمحوا لي الإخوان حقك، واحد حقك يجب أن تسخى بدمك. قال إذا أردت حقك يجب أن تسخى بدمك. الملك وما عرفش الأخ كونان كونان واش تعنيت، قال الشهيد الولي إذا أردت حقك يجب أن تسخى بدمك. انا اللي كان عارف الا بغيت الحق، الله هو الحق، كلمة الحق حق، والاخوان ديالنا اللي راهم في سجون الذل والعار
لما بقاو يلعبوا على بعضياتنا ولا هذيك الكلمه ديال الحق الاخوان، باش كانوا وصلوا ونمشيو لقدام بالكلمه ديال الحق ماشي باللعب. نخليكم واقيلا ما عادش نطولوا بزاف، الويكاند ان شاء الله غادي نشوفوا نهضروا لكم على ابو شيماء والطريق على ابو شيماء، ونحيي الاخوان اللي غادي يحضروا نهار الاثنين مع 12 في القنصليه نتاع افيتان نتاع برشلونه، وما كانش حنا بزاف تاع الحوايج العوائق وقفولنا في الطريق، والله ما كرهنا نمشيو، ولكن النضال ديالنا مستمر الاخوان مستمر، ويمشي هذا المرض هذا ان شاء الله الى ربي يرفد هذا الوباء هذا، نزيدو نديرو خرجات ونديرو وقفات، وعادي تكون ان شاء الله مستمره الى اطلاق سراح المختطفين ويعطيونا الحق ديالنا ما عادش يعطينا. هذه المره غادي نديرو وقفات ديريكت لمحمد السادس، يجمع راسو بديك البلاصه ديالو، ما صالح حتى لشي حاجه، الناس راها كتموت في السبيطارات، ما حد هو يحكم الناس كتموت في السبيطارات، ما حد هو يحكم الناس، ما جبرتش حتى داخل المدينه نتاع الراس اللي كيوجعوا ويقول لك هذيك دوله هذيك، واش معني هذيك الدوله هذيك؟ واش تا عندها؟ واش تا بغيتو نتوما في هذو؟ واش تا اعطات لنا ديك الدوله هذيك؟ واش تا اعطات لنا حنا باش ندافعوا على ديك الدوله؟ ماشي عليا انا كشخص، انا راني عايش، واش تا اعطات لذاك الشعب المقهور باش ندافعوا على ديك الدوله؟ قولوا لي شي حاجه عطات من غير عاشه السفاح كتكتب. هذه هي الاخوان، نحييكم واحد التحيه عاليه، نتمنى تسمحوا لنا طولنا عليكم في الهضره، ما سخيناش والله الا ولفنا نشوف نهضروا ونتصلوا بكم بالاخوان كاملين، ولكن واش عادي دير لي ظروف صحيه انتم ما راكو عارفين، ولكن النضال ديالنا والله يا من كتشوف هذا الفيديو يا ديرمو واش واقع هذا المنكر، وتجبر داك محمد السادس زلزال هلكي، راه دخل الوزير خرج الوزير، دخل واحد خرج واحد، حنا كنقولوا عاش الريف وعاش الشعب ولا عاش من خناهما، ويسقط محمد السادس لعنة الله عليه. السقوط راه نقول لكم السقوط هو راه ساقط ذاك الانسان هذاك اللي ما حفظش يمشي، تما نعاودها لكم 100 مره، مشى بناس الشماته، مشى بنات مشى بنا القصر في بوسكوره كيبني القصر والناس كتموت في السبيطار في الحسيمه 2 كيلومتر على هذاك، بلا ما نقول لكم كيلومتر كيسميتو، راكو عارفين واش بغينا نقولو. تبقاو على خير، نتمنى من الله تعالى تسمحوا لنا الا قلنا شي كلمه ديال الغلط، وانتم راكم تعرفوا الرساله ديالنا دائما موجهه للنظام الهلاكي، وحنا اصلا الناس كما قلناها لكم والله ما كنشوفوش تقريبا التخوينات ولا واحد يضرب في واحد، غير كنشوف شي واحد يضرب شي واحد اصلا كندلع ما نبغيش كاع نزيد نتبعو، كاين شي واحد يقول لي من بعد راه هذا كان يخون فلان، انا اصلا حنا ما كنشوفوش كاع في التخوينات، اللي بغى يشوف دبر راسو، كل واحد هذاك الشيء الشغل ديالو، انا كنشوف في المعاناه ديال الشعب، انا كنشوف في المعاناه ديال الريف، انا كنشوف في المعاناه اللي كاينين في السبيطار، ماشي نقول انا هم عديد من الناس اللي كنشوفوا في المعاناه ونشوفوا في الناس اللي راها كتموت، ما عندناش الوقت باش نضربوا في بعضياتنا، وماشي من الاخلاق ديالنا باش نضربوا في بعضياتنا، المختطف راه يعاني في سجون ذوو العار، الا ضربنا في بعضياتنا عادي تجبر راسك عندك 80 عام وما درت والو، اخر واحد ذاك الوقت هذاك اللي نخلصوهم نضربوا في بعضياتنا، نضربوا في النظام ديال محمد السادس، نقولوا كلمه واحده على ذاك محمد السادس والفساد والمفسدين واش واقع، كل واحد في المنطقه ديالو سواء بوعياش سواء دريوش سواء الحسيمه سواء الناظور سواء السعيديه سواء اللي بغيت تهضر عليها، كل واحد يهضر على المنطقه ديالو ويدافع ويوجه لدوك الولات ولا العامل ديال الاقليم ولا المقدم ولا اي واحد اللي كتدي الهويه ديال النظام الهلاكي ديال محمد السادس، باش تكون الرساله ديالنا واضحه وننبهوا بعضياتنا وندافعوا على المناطق، ندافعوا ونوعيوا الناس بدل ما نبقاو نضربوا في بعضياتنا، هذاك النظام ديال محمد السادس هو اللي دارنا، ولكن بشرط بالصدق، الصدق والكلام الصادق والكلام الصالح، ما تقولوش العيب، ما تطيحوش الكلمه، الوصايا اللي كنوصيها ونوصيها دائما الاخوان، ما تقولوش راه ربي كيشوف كلش، تقول راه الله تعالى راه ما كانش الكاميرا ولا راه ما كاينش هذاك، لا ما كاينش الناس كبار، ما كاينش النساء، ما كانش بزاف الصور نطيح الهضره، لا لا لا، هذيك العتيق ديالك، الانسان يربي راسو قبل ما يربي الناس، ولا يوصل الرساله يزير على راسو ماشي يزير، عادي يبقى يتمتع بالكلام الصادق، والله تعالى يكتبها حسنات، وكتكون الكلمه ديالك موزونه بالكلمه ديال الصدق، وتولف تولف النفسيه ديالك بالكلام طيب، صافي داك الشيء نقضيو على داك النظام هذاك، ديك الفكره ديال التطيح ديال الهضره ونتاع المخزن والبلطجيه وهذيك،
حنا نقلعوها، نتبعوا الطريق ديال الحراك المبارك المقدس ديال الصهاوناضين اللي راهم في سجون الدلو العار، اللي انا شفت واحد من المعجبين ديالهم 1000000%، اللي كنشوفوا المباشرات ديالهم ما تسمعش التطيح ديال الهضره الاخوان، ما تسمعوش يقول لك الدكاكين السياسيه، يقول لك هذيك، يقول لك الطغاة، يقول لك الولاة، كيوصلوا لك الرساله بواحد الطريقه الحمد لله، والله تعالى كيبارك في الكلمه ديال الحق اللي ما كانش فيها تطيح، وما تاتيكم من سيئه من عند انفسكم، وما تاتيكم من حسنه فمن عند الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.